أكدت الأمم المتحدة عدم وجود بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة ومحذرة من نفاد الوقت. شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك على ضرورة إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وذلك من أجل إنقاذ حياة الأطفال. تتوالى التحذيرات الدولية من حدوث مجاعة في قطاع غزة خاصة بالشمال في ظل تعنت الاحتلال ومنعه دخول المساعدات الإنسانية. سوء التغذية في القطاع المحاصر بين الأطفال يسير بوتيرة قياسية، ويعاني واحد من كل 3 أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد أو الهزال. لا يوجد مكان آخر في العالم يواجه فيه هذا العدد الكبير من الناس مجاعة وشيكة، وهنا في مدينة غزة نحن في مركز الأزمة هنا في قطاع غزة، ويسعى الناس أنفسهم بشدة كل يوم للحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة. نحو 70% من السكان في شمال غزة يعانون جوعا كارثيا في ظل الإجراءات الإسرائيلية والتي تمنع وصول الإمدادات الأساسية إلى الشمال. نحن في حاجة ماسة إلى الظروف التي تمكننا من الوصول كل يوم لإغراق هذه المنطقة بالمساعدات الغذائية إذا أردنا منع المجاعة ومنع المزيد من الوفيات ومنع الهزال بين الأطفال ومنع الوضع اليائس الموجود بالفعل. كانت مؤسسة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد حذرت من انعدام الأمن الغذائي الكارثي بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه ستكون لديها أسباب لإعلان مجاعة في محافظات شمال غزة بحلول مايو وفي جنوبها في يوليو المقبل. وأوضحت المؤسسة التابعة للأمم المتحدة أنها لم تعلن حالة المجاعة خلال 20 سنة إلا مرتين، أولهما في الصومال عام 2011 والأخرى في جنوب السودان عام 2017.